أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم تقبل منا هذا ختم القرآن الشريف إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وحلل مشكلاتنا بالقرآن واقض حاجاتنا وحوائج المسلمين بالقرآن واغفر أمواتنا وأموات المؤمنين المسلمين بالقرآن. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك رافع الدرجات إنك دافع البليات إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا بالخير اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا وأمور الحاضرين وأمور الغائبين وأمور المسلمين خيرا. صلى الله تعالى على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات.